الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. سلسلة العناصر المعدنية الفوسفور فوسفوروس هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم، ويعد ضرورياً لتأدية الكثير من الوظائف الحيوية كتصفية الفضلات وترميم الأنسجة والخلايا. يتواجد الفوسفور في كل خلية من خلايا الجسم، ويتوضع 85% منه في العظام والأسنان، ويشكل نحو 1% من وزن الجسم. وظائف الفوسفور: إن الوظيفة الأساسية للفوسفور هي المشاركة في تكوين العظام والأسنان، كما يلعب دوراً هاماً في استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون، ويعتبر ضرورياً لتركيب البروتين الضروري لنمو وصيانة الخلايا والأنسجة، كما يدخل في تركيب ATP وهو جزيء يستخدم في الجسم لتخزين الطاقة. ويمكن تلخيص وظائف الفوسفور الحيوية بما يلي: بناء عظام وأسنان قوية، تصفية الفضلات في الكلى، تنظيم تخزين واستخدام الطاقة في الجسم، نمو وصيانة الأنسجة والخلايا، إنتاج DNA وRNA والتي تعتبر وحدات البناء الجيني في الجسم، توازن واستخدام الفيتامينات مثل فيتامينات B وD بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل اليود والمغنيسيوم والزنك، المساعدة في تقلص العضلات، الحفاظ على انتظام ضربات القلب، تسهيل الوصل العصبي، الحد من آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة. المصادر الغذائية للفوسفور: هنالك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور، حيث تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين النباتية والحيوانية مصدراً ممتازاً له، وتشمل اللحوم والدواجن والأسماك والحليب ومشتقاته والبيض والمكسرات والفول والبذور. عندما يحتوي النظام الغذائي ما يكفي من الكالسيوم والبروتين، فمن المرجح أنه يحوي ما يكفي من الفوسفور، وذلك لأن العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم تحوي أيضاً على نسبة عالية من الفوسفور. تحتوي بعض الأطعمة الأخرى غير الغنية بالبروتين على الفوسفور أيضاً، وتشمل الحبوب الكاملة والبطاطس والثوم والفواكه المجففة، كما تعتبر المشروبات الغازية مصدراً غنياً بالفوسفور أيضاً، حيث يتم استخدام حمض الفوسفوريك في عملية التصنيع. تحتوي منتجات الحبوب الكاملة من خبز ومعجنات على فوسفور أكثر من تلك المصنوعة من الطحين الأبيض، ومع ذلك قد يشكل الفوسفور في هذه المنتجات معقدات مع حمض الفيتيك مما يعيق امتصاصه. المكملات الغذائية: تعطى مكملات الفوسفات الغذائية للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الفوسفور في وجباتهم العادية بسبب بعض الأمراض أو الأدوية، كما تستخدم بعض مكملات الفوسفات لجعل البول أكثر حمضية مما يساعد في علاج بعض التهابات المسالك البولية. كذلك تستخدم هذه المكملات أحياناً لمنع تشكل حصيات الكالسيوم في المسالك البولية. تتوفر بعض مكملات الفوسفات الفموية بدون وصفة طبية، أما البعض الآخر فهو بحاجة لوصفة طبية، وبشكل عام يفضل تناول هذه المكملات تحت إشراف طبي لتحديد الجرعة الدقيقة، أما المكملات التي تعطى عن طريق الحقن فتؤخذ حصراً تحت إشراف طبي. الجرعات المنصوح بها: بسبب توفر الفوسفور في العديد من الأغذية، فإن نقص الفوسفور في الجسم نادر جداً، بل على العكس تماماً، حيث أن احتمالية توفر الفوسفور في الجسم بمستوى أعلى من حاجته أكبر. تعتمد كمية الفوسفور التي تحتاجها يومياً على عمرك، فبحسب معهد لاينس بولينج إنستيتيوت، فإن الجرعات الموصى بها يومياً هي كالتالي: من أجل الرضع بعمر حتى 6 أشهر، فإن الجرعة اليومية هي 100 ميليغرام في اليوم، أما من أجل الرضع بأعمار من 7 أشهر حتى السنة، فالجرعة اليومية هي 275 ميليغرام في اليوم. أما الأطفال من عمر 1 إلى 3 سنوات، فالجرعة اليومية هي 460 ميليغرام على اليوم. أما من أجل الأطفال بين 4 سنوات و8 سنوات، فالجرعة اليومية هي 500 ميليغرام في اليوم. والمراهقون بين 9 سنوات إلى 18 سنة، فالجرعة اليومية هي 1250 ميليغرام في اليوم. أما البالغون بعمر 19 سنة أو أكثر، فالجرعة اليومية هي 700 ميليغرام في اليوم. فرط الفوسفور: عادة ما يكون ارتفاع مستوى الفوسفور في الدم نادراً،
وغالباً ما يكون مرتبطاً بحالات صحية كمرض الكلى أو ضعف في تنظيم امتصاص الكالسيوم. ومع هذا فإن ارتفاع مستوى الفوسفات في الدم إلى حد كبير قد يكون ساماً، وقد يسبب الإسهال وتصلب الأعضاء والأنسجة الرخوة، كما يمكن أن يؤثر أيضاً في قدرة الجسم على الاستخدام الفعال للمعادن الأخرى مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. كذلك قد يرتبط فائض الفوسفور مع الكالسيوم ليشكل رواسب معدنية في العضلات. عوز الفوسفور. يعتبر عوز الفوسفور نادر الحدوث، إلا أنه قد يحدث عند مرضى السكري ومدمني الكحول، كما يمكن لبعض الأدوية أن تسبب انخفاض مستويات الفوسفور في الجسم. ومن هذه الأدوية نذكر الأنسولين، مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE المستعملة لعلاج ارتفاع الضغط وقصور القلب الاحتقاني، الكورتيزون، كورتيكوستيرويدز، مضادات الحموضة، مضادات الاختلاج، لقطات الحموض الصفراوية، بايل أسيد، سيكويسترانز مثل كوليستيبول أو كوليستيد، وكوليسترامين أو كويسترين، وهو من الأدوية الخافضة للكوليسترول. تشمل أعراض انخفاض الفوسفور ألم المفاصل أو العظام، فقدان الشهية، التهيج أو القلق، التعب، ضعف نمو العظام عند الأطفال. فإذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية، عليك استشارة طبيبك حول ما إذا كانت عليك تناول أطعمة حاوية على نسبة عالية من الفوسفور أو تناول مكملات الفوسفور. بعض التداخلات الدوائية. بالإضافة للتداخلات الدوائية السابقة والتي تخفض من كمية الفوسفور في الجسم، فإن تناول مكملات الفوسفور جنباً إلى جنب مع مكملات البوتاسيوم أو المدرات البولية الحابسة للبوتاسيوم مثل سبيرونولاكتون أي ألداكتون وتريامترين أي ديرينيوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى البوتاسيوم في الدم أي فرط بوتاسيوم الدم، هايبركاليميا، والذي يمكن أن يكون مشكلة خطيرة تهدد الحياة وتؤثر على انتظام ضربات القلب. شكراً لحسن استماعكم.